أم أسامة مساء الخير. مساء الهلا. عم نحكي اليوم عن الحما والكنة، وانت على ميلة الحموات. أم أسامة، كيف بتحددي لي مواصفات الكنة الصالحة اللي بتشوفها أم أسامة لأولادها؟ لازم تكون مطيعة جدا لحماتها. هيدي أول شيء. كيف يعني مطيعة جدا؟ تحترم حماتها بكل شيء، وتسمع كلمتها. تسمع كلمتها لو شو ما قالت لها. شو ما قالت. ممكن تكوني عم تظلميها أوقات؟ لا، الحما ما بتظلم أبدا. لا. كم كنة عندك؟ كنتين. كنتين؟ شو مين نقيهم؟ أنت أم ولادك؟ أنا نقيتهم. أنت نقيت غنينك. شو كيف نقيتيهم؟ شو حطيتي؟ شو نقيتيهم؟ كيف نقيتيهم؟ أنا بحب الكنة تكون من عيلة راقية. نعم. وغنية، وضعها المادي كتير ممتاز. حلو. كنا إحنا. حلو. لأنه كل واحد يعني حسب تقاليده. راقية ومن عائلة غنية، وشو كمان؟ جامعية متعلمة. متعلمة. على ثقافة عالية. نعم. على ثقافة عالية. ثقافة عالية. هدول ماجستير بكالوريوس ودكتوراه إذا في مجال. دكتوراه كمان. والشرط الأساسي إلك تكون قلتي لي بداية الحلقة مطيعة. مطيعة جدا. كيف بدها تكون متعلمة وغنية ومطيعة؟ كيف بتلاقيها؟ الحمد لله موجودات عندي تنتين. طيب موجودات، وعشو المشاكل أنت وياهن؟ ما في مشاكل بنوب. رح نعرف هلا شو جاي لهون اليوم. لا لا نسمع، خلينا نسمع. انا ضيفه. ليه؟ خلينا نسمع بيراي. بس دقيقه ام اسامه، ليه انت نقيتيها مش اسامه ابنك نقى برته؟ ليه انت؟ والله يعني ابني اسامه متعلم ووضعه المادي ممتاز ومشغول بعلمه على طول. نعم. لما صار عمره 30 سنه قلت له لازم نشوف لك بنت حلال. قال لي شوفي يا ماما، هو دكتور بالجامعه. قال لي شوفي يا ماما البنت اللي بتريحني. شفت له بنت حلال. شو رأيك زينب بالشروط اللي عم بتحطها أم أسامة؟ عم بتقول بدي إياها من عائلة راقية غنية ومتعلمة. بجيب إنسانة تليق فينا. وتجيب إنسانة بتليق فيه. كل العالم خير وبركة. الله يبارك فيك. شو رأيك بهالشروط؟ أنا ضد بهالرأي كله سوا. ليه؟ أنا كمان. ليه؟ أنا ضد. ما فيني. أنا ضد بكل شيء اللي عم بتقول. بكل شيء. بكل شيء اللي عم بتقوله هال. بدي إياها تكون مطيعة. لحماتها اولا. مع الاسف الكنه يعني. بتمثل الكنه مثل الثعلب، لها وجهين. ايه؟ بالوجه الحما وجه وبتحترمها، بس ما بتحبها، بتحترمها كل الاحترام بس حب من القلب لا، حقيقي لا. اوف جمال جمال يعني قبل بهالموضوع، قال موافقك انه مرتك ثعلب يا جمال؟ مرتي ما بتحبها لان اوف صدقني امي قد ايه بتعمل معي وما عم منيح، بس هي ما بتحبها. ما بتحبها. ما بتحبها. انت يا اسامه قلت لي بدي اياها مطيعه، كيف يعني مطيعه؟ جبت كل الشروط. شو يعني مطيعه؟ مطيعه لحماتها يعني تحترمها. يعني شو؟ يعني شو بدها تطلب منها حماتها؟ شو ما تطلب منها، مثلا بكره عندنا مشوار الساعه 11 لازم اطلع انا وياك، تلغي كل مواعيدها وتحترم موعدي انا. حتى لو عندها موعد بدها تروح معك. بالضبط. يعني اذا ظهرت بدها تاخذ اذنك، خلينا نسمع شو هن، شو كمان؟ مثلا بكره والله جايين ضيوف، لازم تكوني واقفه معي بالاستقبال. نعم. لازم تكون. إذا بدها تغير بيت مثلا هي وزوجها، تستشير زوجها أم تستشير أم أسامة حماتها؟ لا بالبيت زوجها، هي بيتها حرة. بيتها فيه. إذا بدها تشتري سيارة. سيارة حرة فيها، لكن ما تكون يعني غالية 800,000 دولار 200,000 دولار. تكون عم تشتري طيارة مش سيارة سهل. إذا 100,000 دولار. إذا بدها تروح عند أهلها. لا بحب تستشيرني بس يعني لأشياء معينة، متها تروح يعني مثلا تقول لي والله فينا اليوم نروح ضيوف عند بيت أهلي. طب بحب. ليه بدها تستشيرك اذا راحت عند اهلها؟ والله خلاص يعني احنا اتفاق قبل الزواج، يعني انه يكون لي راي في كل شيء. اذا ما تطلع مشوار بدها تاخذ اذنك كمان قلتي لي، اذا ما طاعتك، اذا ما ردت عليك، لا سالتك رايحه عند اهلها، لا سالتك اذا عندها مشوار، واذا عملت هي مشوارها وقت هي بدها. بجوز ابني عليها، بطلقها.